في أجواء احتفالية ممزوجة بغبطة الانتصار تم استقبال اللاعب الدولي رامي بن سبعيني ابن قسنطينة من قبل السلطات المحلية التي أرادت التكريم رمزيا احتفاء بأحد محاربي الصحراء صانع التتويج بالكأس الإفريقية للأمم بمصر. أنا نشكر كما قلت ولاية قسنطينة اللي هي مدينتي اللي هي ولايتي وين تربيت وين كبرت. الحمد لله مثلت أو ميو زعما كما يقول لك مثلت المدينة تاعي مثلت لا فامي تاعي وسيت مثل الجزائر في أحسن تمثيل. عائلة بن سبعيني رياضية بامتياز، سعادة الجد والأب على التوالي لم تكن من محض الصدفة. فالجد صالح حنشي كان حارسا دوليا لعب في صفوف شباب قسنطينة ومولودية قسنطينة، فيما لعب الوالد منير بن سبعيني في فريق جامعة قسنطينة. نستحمد الرب سبحانه عز وجل اللي خلى لي عمري طويل وشفت حفيدي بالشيء اللي قدموا بالشيء القليل اللي قدموا للجزائر ما قدموه الناس العظماء. ونقول الحمد لله لولد قسنطينة هز الرايه نتاع قسنطينة ونتاع الجزائر. يعني هذا فخر لنا كقسنطينيين وكجزائريين بصفه عامه. تتويج عناصر المنتخب الوطني الجزائري بكأس إفريقيا ما زال يصنع الحدث، ورامي بن سبعيني صنع أفراح الجزائر واستحق الفخر والاعتزاز من قبل مدينة قسنطينة ومواطنيها.